السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء. كاميرا أرارات السياحة اليوم في وادي أشتراك، جنة الأرض وادي أشتراك. راح نتجول بداخل الوادي حتى نكتشف جماليته بشكل المطلوب. في داخل الوادي توجد عدة مطاعم على ضفاف النهر. هنا نسوي فد قفص صغير موجود بها بعض الحيوانات من الغزلان، وفي قفص آخر موجود الدببة راح نتقرب عليها. طبعا احنا بداية فصل الربيع، هذه الكابينات اللي نشوفها بالصيف بصعوبة واحد يحصل به مكان حتى يقعد. هذا كله عبارة عن مطعم والخدمة بها بشكل جيد واسعار مناسبة حلوة. المطعم كبير طبعا، جهد الامكان راح نحاول نكشف أقسامها. هذا الوادي يبعد عن العاصمة يربان تقريبا من 25 إلى 30 كيلومتر. تعال شوف الأسماك هنا، هذا السمك الأميري. نشوف الأسماك، هذا أطيب أنواع الأسماك الموجودة في أرمينيا. تتغدون سمك؟ هنا أسماك غيرها، غير أنواع. طبعا هذه مو حديقة حيوانات، هذا عبارة عن مطعم بعد اكو اجزاء منها ما منتهية. نحاول نوصل للاقفاص اللي موجود بها الدببة. المفروض كان نجيب ويانا خبز او شامية.
هذا وصلنا يم الدببة. يمد ايده ترى يمد ايده دير بالكم. طبعا هذا الفيديو عملناه خصيصا للي يريد يجي يقضي له يوم او يومين في منتجع وادي اشترك. فراح ندخل هذا البيت او شقة او غرفة شو نسميها بكيفكم، اللي عبارة عن غرفة واحدة وصالة وحمام وبالكون مطل على الوادي. اليمين عندنا المرأة المغاسل، غرفة النوم شخصان، داخل الغرفة حمام آخر، هذه الصالة اللي من ضمن الغرفة، وهذا البالكون اللي طل على الوادي والنهر. طبعا اسفين هنا على الاغراض موجوده هذه، لان اصطحبنا احدى العوائل استلموها اليوم. مكان جميل. هذا ايضا في وادي اشتراك، راح ندخل جوه نشوف نوع الغرف اللي عبارة عن طابقين، هم مطل على النهر، نهر ارتسخ، نهر كاتسخ. هذه الصالة مكان قاعدة للطعام، البالكون، مطل على النهر. مشهد خلاب. والطابق السفلي راح ننزل جوه. غرفة نوم لشخصين وممكن لشخص واحد. هذا الحمام.